لكم التحية من جديد متابعينا. ويمكن في الفترة الأخيرة انتشرت كثير من السلوكيات الشائنة اللي ما بتشبه مجتمعنا السوداني، وانتشرت الجريمة بصورة كبيرة من خلال يمكن الحالة السيولة الأمنية اللي احنا كنا بنعيشها في فترة ما، واللي لا زال أثرها باقي حتى الآن، واللي عندها كثير من التفاصيل. يمكن احنا زمان بيقول لك العاوز تقراه وشوف في الجريدة، هو بيكون أكثر حاجة موثقة. احنا هنتكلم عن صحافة الجريمة تحديدا والتفاصيل المرتبطة بها مع أستاذة رجاء نمير، الصحفية المتخصصة في مجال صحافة الجريمة. أهلا وسهلا بك. أهلا وحبيك، إن شاء الله نقدم معلومة مفيدة للمواطنين. فعلا أولا هي صحافة الجريمة، هي أنا طبعا بعترض على الاسم إنه هو صحافة الجريمة، هو تخصص في الإعلام الأمني. الإعلام الأمني عنده دوره الكبير جدا جدا في يعني في توعية المجتمع، في كشف الحقائق، في يعني عرض الحوادث والقضايا الخاصة في مجال الجريمة. طبعا الناس طبعا بيقول لك انه ده الصحفيين بتاعين جريمه. انا ما داير، احنا قبل ما نمشي لصحافه الجريمه بتفاصيلها، عاوزين نعرف انت ذاتك اخترتي المجال ده ليه؟ وجا كيف اختيارك؟ اختارني طبعا المجال ده. المجال ده عارفين قدرها. والله ان شاء الله. انا بديت اساسا بكتب، كنت بكتب في الرياضه، وكنت بعمل شغل ثقافي، شغل فني، كنت بمشي اتحاد الفنانين كده يعني. بدأت بالحياة البسيطة تشبه المرأة دي، يعني الحياة المهنية. لكن أول تجربة لي دخلت سجن النساء، يعني أثناء هنا دخلت سجن النساء، وبعد سجن النساء حضرت النبش بتاع جثمان، اللي هو جثمان ده كان لشخص مقتول. أنا لما دخلت سجن النساء هناك عملت استطلاعات، وكانت أول حالة قابلتها كانت بنت قاتلة أبوها. بعدين دخلني رعب بما عادي. فبتذكر أنا قعدت زي أسبوع كده في البيت، دي حمى بس يعني، ليه؟ لأنه بس سمعت يعني دخلت هنا. بعديها مشيت المشرحة وأترحم على دكتور كوباني، على الكوباني. وطبعا يعني كنا بنمشي نشيل منه نشوف الاخبار وكده، ف يعني كان برضه جامع بين الفن والشعر، وقابلت عنده كان عدد من الفنانين وكده. لكن برضه بنجي طالعين بخبر جريمه، يعني بنجي طالعين بخبر جريمه وبخبر بتاع يعني خبر فني. دخول المشرحه، أنا بتذكر أول مرة بيجي دكتور كوباني بيقول لي يا أخي أدخلي، ما هم ناس بس هم ما بيتكلموا، أنت أدخلي شوفي الحاصل شنو عشان تقدري تعكسي الخبر بصورة كويسة. فدي برضو دي أنا عملت لي تجربة صعبة وعملت لي يعني قوت قلبك. هي ما قوت يعني، المهم قوت قلبي، لكن بتخليك خلتني اني عندي جانب ثاني. انا بكون عندك الجانب العاطفي بيكون يعني بيكون عالي شديد على احنا خلقنا به يعني بتاع المراه. فالمهم جات بعد ذاك بقيت شنو، خلاص نسيت شنو بقى عقلي، بقى انا عايز اشوف البيت دي طلعت، بقيت ثاني امشي غطي الحواجز، عايز اشوف اكثر. مشيت بعد ما شفت الجثمان اللي تم نبشه، يعني دي برضه بتوريك انه فظاعة الجريمة ذاتها. فالمهم لقيت انه في دور انساني تجاه المجتمع لازم ننورهم به، اللي هو كان اول لنا برضه تجربة استطعنا انه نحن نغير بها قانون، نسهم في تغيير قوانين الطفولة، اللي هو أول جريمة اغتصاب كانت حصلت لطفلة. أنا بتذكر برضو كنت غطينا موجودة في الحادثة، أيوة يعني غطينا تغطية، كانت صحفية. تغطية صحفية، وكان صدر بحق أول قرار بإعدامه، وتم إعدامه يعني. فهي صحافة الجريمة مش، أنا طبعا هقول لكم إعلام أمني ثاني بعد ده، لأنه نحن اتلغينا تدريبات، و
يعني تدريب ويرجع بتاع تدريب يعني استغنى. دي طوال النقطة بتاعت انه يا استاذة رجاء انه اللي بيعمل في انه عدم الصحافة بالضرورة انه يكون علاقته وثيقة قوية بالأجهزة الشرطية والأمنية والتفاصيل دي عشان يقدر هو شوفي هو التخصص طبعا يعني مثلا سراج هو متخصص في الفن اذا هو عنده علاقة بكل ما الحياة الفنية بنتلاقى معه لما تحصل جريمة مثلا جريمة قتل نكون نحن الاثنين مثلا ممكن ليه بتكون المعلومات بتكون يعني مثلا زي قتل الفنان خواجة العثمان الجريمة دي ربنا يرحمه بنتلاقى اذا التخصص بيخليك انك تكون مع الجهاز ذات الصلة ممكن يدخلك اي حتة حتى مع المجرمين ذاته يكون عندك علاقات دي اللي بتوزينا يعني لصحافة الجريمة ذاتها تخصصات عشان هي تخصصاتها هي الـ 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 مش هي ذاتها ما تخصص هو العمل في مجال القضايا والحوادث او في مجال في الاعلام الامني هو بحر بالمناسبة يعني انت ممكن من خلاله تعمل تعرض كم يعني عدد من القضايا اللي بتأرق المجتمع وترشد الناس زي الحاصل هسه في السوشيال ميديا في جريمة الأمن السبراني يعني في برزت يعني في سيولة نقول في سيولة ذات أمنية ذات في الأمن في لأنه بيجي لفكر الناس إنه صحافة ميديا. الجريمة هي قتل لا 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 لكن في الفساد في قضايا الفساد لا 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 في قضايا صحافة الإعلام الأمني هو عنده أهميته القصوى بالمناسبة كل الدول معظم الدول الحوالينا أو الدول العربية هي بتعتمد عليه اعتماد كلي في استقاء المعلومات في التنبيه للمخاطر في التنبيه لجرائم اللي بتهزم المجتمع العادات السالبة الظواهر السالبة الوجود الأجنبي الغير مشروع التكفيريين الإرهاب عمليات الإرهاب واحدة من الحاجات اللي احنا نبهنا لها برضو قبل الحادث بتاع الحصل جنوب الخرطوم في منطقة جبرة احنا نبهنا الوجود الأجنبي الغير مشروع الوجود الأجنبي اللي هو أو دخول بعض الإرهابيين خلال الفترة اللي فاتت لأنه أي بلد يحصل فيها اضطراب أمني أو تحصل فيها يعني سيولة أمنية دي بتكون عرضة للشغل الاستخبارات المضاد عرفت علي كيف احنا يعني احنا نبهنا للحاجات دي نبهنا انه والله يا اخي في معلوماتنا اساسا احيانا ممكن الصحفي يصل لمعلومه ما يصل الله ذاته يعني الجهات الامنيه ما تصل لها يعني انا بشوف انه الان الاوان انه الدوله تهتم بالاعلام الامني وتؤهل المتخصصين في المجال ده والناس يعني تفتح مجال لانه نقدر يعني نقدر نساهم في انه البلد يعني تكون يعني متماسكه بعيدا عن الجرائم الموجوده. استاذه رجاء يعني بمجرد ما نذكر صحافه الجريمه وبمجرد ما يعني يعرفوا انه انت كصحفيه شغاله في مجال الجريمه بالضرورة بيكون في مخاطر كثيرة جدا بتتعرض إليها تهديدات من قبل مجرمين حتى الكتابة ممكن أقول لك لو كتبت في الموضوع ده أنت معرضة لتصفيات أو لغيرها واجهتك مشاكل زي دي؟ والله طبعا بتواجهنا مش في مجالنا بس يعني طبعا في مجال الصحافة كلها متخصص سوقات اقتصادية سوقات خاصة في ملفات الفساد دي خطرة شديد طبعا خطر خالص وفي بعض القضايا انت لو تكلمت عنها برضه بتعرضك يعني في محاذير ممكن انت تتكلمي عن حاجه وحاجات لا ما تتكلمي او تحكي عنها لو حاجه مثلا بتهددني انا لكن بتهدد المجتمع انا اهم لي المجتمع ايوه اهم لي المجتمع انا تعرضت لضغوط تعرضت لاقتحام في شقتي وفي رسائل بتجيني مجهولة حتى الآن يعني بتجيني رسائل لكن دي ما بتزيدنا إلا يعني ما بتزيدك إلا إنه شنو هو ليه لأنه أنت عندك رسالة وغير كده أنت تكون مؤمن بالله يعني هو والله إني أصيبه إلا ما كتب الله لنا فإذا كانت حاجة مكتوبة يعني الغدر بيجي لكن
الحاله بتاعت الخوف الشديد بمعنى انه قلمنا مثلا ينكسر، ما بينكسر طبعا. يعني ممكن في لحظه ما تلاقي تهديدات تتوقفي عن نشر ملف لفساد، تتوقفي عن نشر تفاصيل. تعرفي الصحفي ذاته ما عندكم ما موجوده؟ لا ما موجوده، هو الصحفي ذاته انا ما عندي محاذيري ذاتي، انا ذاتي عندي حاجات بحمي بها نفسي، يعني انا ما ماشي ساي، يعني احنا محميين، يعني انا عندي حاجات بحمي بها نفسي وبحمي بها قلمي ذاته يعني. لكن قلمنا ما دام انت دخلت دي حاجه احنا تعلمناها من الرعيل الاول، يعني دي واحده من الحاجات المهمه شديد. يعني انا بتمنى شرف المهنه، بتمنى انه حتى الناس الجايين بعدين دين يلقوا الحاجات دي اللي هو اهم حاجه الاخلاق، اهم حاجه شرف المهنه، انه الشخص يعمل من اجل ما هي رساله انسانيه، انه احنا نعمل من اجل المواطن، نعمل من اجل البلد، نعمل يعني ننقل الحقيقه مجرده بدون تسييس، بدون ما يكون في جهة مثلا هي مستفيدة من القلم بتاعي ده. يعني أنا أعمل من أجل البلد، خدمة يعني المواطن، خدمة المواطن، وهي ده دور الصحافة الآن، هي مهم جدا إنه الآن دأوان الصحافة الآن إنها ممكن تقود الرأي العام. يعني لكن طبعا هي بلاط صاحبة الجلالة والسلطة السادسة يا أستاذ رجاء، لكن ده السلطة بيودينا السلطة الرابعة. طيب خلينا نقول إنه يعني ده ما بيمنع إنه يكون في قوانين حقيقية هي تكون بتحمي الصحفي في المقام الأول باعتبار إنه حياته هي مهمة، وممكن الخدمة اللي هو بيأديها للمجتمع قد تكون كبيرة وتكشف كثير من النواحي اللي ما بيقدر يصل لها المواطن العادي، وتكشف له حقائق كثيرة. نقابة صحفيين الآن هي اتكورت، أول حاجة بتعني لكم شنو أنتم كصحفيين في مجال الجريمة بصورة عامة والمنتظر منها سواء كان على المستوى الخدمي أو المهني؟ والله أنا بحييهم، بحيي النقابة من شباب ومن زملاء أعزاء شعرين مكتوين بنار المهنة ومكتوين بحياة كثيرة هم عارفينها. أنا بعتقد أنهم هم حيقدروا يعبروا حيمشوا لقدام، لكن في حال انه ما يكون في تسييس. النغابه تشتغل نغابه بحياديه، ايوه النغابه تشتغل بحياديه، تنزل للمجتمع الصحفي، وعندنا حاجات كثيره في المجتمع الصحفي عايزه ترتيب وعايزه كده. وطبعا هي ذاتها ما بتقدر، يعني النغابه ذاتها ما حتقدر انها هي تقوم بالدور ده براها، يعني لازم كل الوسط الصحفي يدعم، يعني بعيد من التحزب، بعيد من انه والله يا اخي ده كده وده كده وده بينتمي، لان الانتماءات دي دائما ما شخصيه، يعني دائما الانتماء ما بيظهر لك حتى في قلمك. المفروض شنو يعني ده الصحفي، انه الصحفي يكون شنو؟ يكون مهني، يكون عنده شرف المهنه. النغمه بتوقع منها حاجات كثيره، اولا القانون اللي بيحمي الصحفيين، الان في قوانين هي دبرت بليل، هي عايزه تجرم الصحفي وعايزه يعني تسكت الاقلام. انا بشوف انه ده دور كبير ودور ما سهل انه نقدر نحن نوظف او نخلي انه تعدل القوانين وتعدل التشريعات. وده طبعا بيتم شنو؟ عبر باعتبارنا نحن قريبين، يعني احنا باعتبارنا انه احنا قريبين للقانون، احنا حنكون عون اليوم فيما يتعلق بالقوانين دي، احنا حنكتب في المجال ده. الحاله اللي بيعيشها الان المجتمع السوداني، يعني خلينا نقول او نسميها حاله اللا دوله اللي بنعيشها، يمكن هي ادت مساحات اكثر لانه تكون في جريمه منتشره، يمكن في كثير من التفاصيل اللي بقينا نسمع عنها لاحقا، النيجرز اللي بقوا منتشرين، جرائم القتل اللي بتتم في الشقق، الجرائم اللي بتكون من خلال الشارع، الاختفاءات لاعمار سنيه مختلفه ولمهام مختلفه، كيف بيتم النظر فيها من خلال الصحافه؟ هل بتساعد في انها هي تحل كثير من التفاصيل المبهمه بتكون مرتبطه بالجريمه؟ شوفي السيول الامنيه الحاصله احنا ذاتنا جزء منها، احنا جزء منها، لانه لما تهزم القانون قال لك اذا غاب القانون فافعل ما شئت. غياب القانون والتنمر بالاجهزه المناضبه انها هي تحمي المواطن وانها تحمي الامن الداخلي، دي بالمناسبه دي ظاهره خطيره جدا جدا، هي بتضعف الدوله. الدوله السودانيه الان هي محاصره بعمل ممكن نقول استخباراتي مضاد،
اللي هو شنو مستهدف الاستقرار الأمني في أو الاستقرار المجتمعي. لذلك أنا بعتقد إنه بقى علينا دور كبير جدا جدا في إنه ننور المواطن وفي إنه المواطن ذاته يساهم في حماية القانون أو يعني يلتزم بالقانون. قيام التشريعات وقيام المجلس التشريعي أحدث فراغ طبعا. ده الفراغ الكبير. الفراغ الكبير اللي هسه بتعاني منه. أنا بعتقد إنه تكون في خطوة جادة لقيام مجلس المجلس التشريعي. لأنه في البلد الآن في قوانين كثيرة ما تتناسب مع الوضع الراهن. نتمنى والله يا أستاذة رجاء إنه يعني إحنا ننتقل من المرحلة دي لمرحلة تانية نستطيع من خلالها إنه إحنا نكون الدولة ونستطيع إنه إحنا نمنع انتشار الجريمة بصورة كبيرة وحتى من خلال الصحافة. يعني فكثير من طلاسم القضايا اللي ممكن هي تنعكس من خلال صحافة الجريمة بصورة أو بأخرى للمواطن ومن خلاله يستطيع إنه هو يتعرف على حقائق بعيدا عن الحاجات المبهمة. أستاذة رجاء نمير الصحفية متخصصة في مجال ما يسمى بصحيفة أو صحافة الجريمة زي ما يعني الإعلام الأمني. الإعلام الأمني لك التحية. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. سعدت كثير وشكرا للشروق وأنا سعدت بعودتها كثير لأنها هي عندها رسالة هادفة. وشكرا لكم. إحنا نتمنى يعني نلتقيك في مساحات أكبر يعني للتعريف ب ما خلينا ما نقول صحافة الجريمة يعني لك التحية.